شيء. صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على الشريشة رجال. بسم الله ما شاء الله، الأحجام الجامبا ايه بس صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. اديو اشتراك في القناة وتابعونا واللي جاي أحسن إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الشريشة ايه بس صل على النبي على أبو جريج ما شاء الله. هو أحلى شرهوش طعم السحر اهو، اللهم صل على النبي. شايفين الحجم عامل ازاي يا رجاله؟ بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا الصيادين ومتابعينا الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. نازلين يا رجاله النهارده كده في تمسيه في رشيد، بنستهدف سمك الشفش وسمك القاروص وسمك اللوت وجميع الاسماك اللي في الميه ان شاء الله. الطعميه السحريه، الطعميه اللي السمك كله يمسك عليها، الطعميه النادره يا رجاله، ابو جراب يا رجاله. بسم الله ما شاء الله عليه، طعم من الاخر، بيجيب معاك من الاخر. اي سمك موجود في المايه بسم الله بيمسك، بسم الله ما شاء الله بيمسك عليه. الفيديو ده اهداء لقناه صيادين رحاله اخويا سامح محترم، اخويا وصديقي وحبيبي. خليكم معانا رجاله كده، اوريكم العده المستخدمه وطريقه الشغل وطريقه الصيد. يا ريت تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتابعونا واللي جاي احسن ان شاء الله. العده المستخدمه رجاله النهارده معانا عود 4.5 وعود 5 متر. المكنه رجاله مكنه 7000 ودي برده 7000. الخيط الاساسي يا رجاله بتاعنا 50 بريد 50، الخيط الاساسي بريد 50 تمام، بريد 50. والرمال بتاعنا 40 و50 و35. والصنارة المستخدمه رجاله الامين 515 رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 على حسب السمك. انا بس بحدد حجم الصنارة اللي انا بشتغل بيها ومقاس الصنارة. وادي الطعمه رجاله معانا اهو، طعمه رجاله ابو جراب اهو، هو ده ابو جراب يا رجاله تمام، ابو جراب ودود رمبه تمام. ده ابو جراب اهو، هو ده رجاله طعم السحر اللي بتشتغل بيه اللي جميع الاسماك بتمسك عليه بسم الله ما شاء الله. خليكم معانا يا رجاله اوريكم طريقه التطعيم ازاي. انت بتمسكه كده يا باشا اهو، بندككه في الصنار، بندككه في الصنار بالشكل ده كده. بيتدكك في الصنار بالشكل ده كده يا رجاله، مش عارف باين معاكم في الفيديو ولا لا، بس هو كده ايه، بتخلي حته بس كده على قد الصنار وبتقص زياده لطعميه تانية. وطول الرمال بتاعنا رجاله كده متر متر ونص تمام، والرمال بتاعنا 40 اهو، انا برمل ب 40 وهنزل. والرصاصه رجاله كده رصاصه 100 جرام اهي، رصاصه حره 100 جرام، الرصاصه دي لازم تبقى حره كده رجاله عشان السمكه لما تضرب معاك تحس بيها اهي. صلى على النبي. هو ده ولا مش هو؟ اللهم صل على النبي، هو 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 والله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. احلى شفش بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صلى على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله اكبر، هو بس هو ما شاء الله، احلى شفش هو ما شاء الله، لا قوه الا بالله. احلى مجزره النهارده باذن الله.
احلى شيفشه رجاله بالطعم السحر ابو جراب ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي حبايبي الصيادين، اهلا وسهلا بحضراتكم. متقدم طبعا بكل الشكر والتقدير لاخويا وحبيبي السيد المحترف احمد ابو ايوب السيد البحراوي صيادين ايدكو. احلى تحيه لقناه اخويا المحترم احمد ابو ايوب. طبعا يا جماعه الفيديوهات دي متصوره على السنه رشيد، المكان طبعا بيحتاج تصريح، وانا بصراحه الفتره ديت مش قادر نعمل التصريح، ف اخويا احمد يعني دعما لقناتنا اتقدم ليا بالهديه الجميله ديت. طبعا انا حابب ان انا نمتعكم بالرحلات ديت الجميله ديت. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عاجبكم. تحياتي ليكم الاخ يحيى، بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. قول حاجه لحبايبك يا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل على النبي. الله اكبر الرجال على الشريش. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. فينك يا عمنا من بدري. بسم الله ما شاء الله. احلى تمسيه رجاله واحلى شرقوش. الطعم السحر اهو. اللهم صل على النبي. شايفين الحجم عامل ازاي يا رجاله؟ بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. احلى شرغوش. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على الشيفشة رجالة. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الشفش. اول استفتاحه بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. يا ريت يا رجاله تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتابعونا واللي جاي احسن ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على الشفشه رجاله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحلى شفش بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الشرايش. بسم الله ما شاء الله. احلى شرايش هي بالصلاة على النبي على ابو جريج. ما شاء الله. بسم الله 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 ما شاء الله.
صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على الشرغيش، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي على الشرغيش يا رجال، بسم الله ما شاء الله، الاحجام الجامبو اهي بالصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يا ريت يا رجاله تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتابعونا واللي جاي احسن ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص يا اخوانا ان شاء الله اللي جاي ده كده صوت برك. طبعا البرك دي بتبقى الصربان لما بتيجي متداخله بينها وبين بعضها بيصادف ان بيبقى فيه مكان واسع كده، مش في كل الصربان طبعا، صربان معينه كده بيصادف ان مع الرصه بتاعتها بتعمل مكان واسع زي بير كده. البير دوت بيكون حاوي سمك في البحر العالي، لان زي ما انتم شايفين كده البحر عالي عالي خالص، فاحنا بنتوجه بقى في البحر العالي ده لما نصادف نصطاد ونلاقي البحر عالي نفضل نلف على البرك ديت ايه نلقط السمك اللي فيه. واوقات طبعا بيبقى البحر هادي وبتاخد موسى خفيفه وتفضل تلف تلف كده ايه بتلقط السمك اللي هو في الايه في البرك دي. اي لو معاك طعم طبعا ونزلت في اي بركه والبركه دي فيها سمك بياخد معاك على طول عشان تبقى انت فاهم. تحياتي طبعا لحرفين البرك الاخ ماجد حسن واخوه الصياد المغامر حمو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على الشرايش يا رجال، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، أحلى شرايش بالصلاة على النبي.